السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم اون، واليوم جيتكم بشرح لكيف تبني شخصية بلعبة نيو وورد. بما انه هذا اخر يوم بالبيتا، فحبيت اني استغل الوقت واشرح هذا الشيء للناس اللي ممكن ما حيجربوها حاليا في البيتا ويجربوها من موعد الاطلاق اللي هو ان شاء الله حيكون في 28 و 29 الشهر، مو متأكد بس اتوقع الكل عنده معلومة سابقا انه متى حتنزل اللعبة. اول شيء انك مفروض انك تركز فيه اللي هو الاتريبيوتس، اللي هو strength والdexterity والintelligence والfocus والconstitution. الconstitution تقوي بس الدم، فاذا انت مثلا حتسوي بيلد تانك حنتطرق ليه بعدين بالنهاية الفيديو، انك تقوي الconstitution بما انه انت حتكون تانك، فانت حتاخذ اكبر ضرر عن الفريق كامل، فلازم يكون دمك كبير. عندك الفوكس بس للهيلر، الهيلر اذا انت حتلعب هيلر فانت لازم تزيد بالفوكس لين اخر نقطة، والسبب انه عندك البرك الاخير اللي حشرح بعد شوي انه نظام البركات. وعندك الانتليجن للميج او السحرة، واضافة لسلاح الريبر والماسكت. الدكستريتي للاسلحة الموجودة امامها اللي هي سبير، الماسكت، ريبر، البو، والهاتشت، والسورن شيلد. سترينث للسورن شيلد، الجريت اكس، والوارهامر، والهاتشت، والسبير. الاكس والهامر يزيدوا بس بالسترينث. الايس قفادة الجليد تزيد بس بالانتليجن، وعصات الحياة او لايف ستاف تزيد بس بالفوكس، والدم بالكونسنتيوشن. هذه الاشياء بس. هنا عندك السورد اند شيلد او السيف والدراع يزيدوا بالسترينث والدكستريتي بس. طبعا لازم تشوف المعلومة هذه، كاتب لك سكالز وذ سترينث اند دكستريتي، واللي هو يعني انه بالسترينث برايمري بالمركز الاول، والدكستريتي سكندري بالمركز الثاني. وكيف ممكن انك تتأكد من الموضوع هذا؟ بانك تحط مثلا انت سلاحك السورد بيدك وتزيد كل نقاطك بالسترينث، تشوف انه زاد السيف الى 180 هجوما من 142 ل 180، تشيلهم كلهم تحطهم بالمكان الثاني الموجود في نفس الصورة، صار 170، 10 نقاط فرق. والعشر نقاط هذه بالاند جيم لما تكون ليفلك للاخير وصل حتكون فرق اكبر، ممكن يكون فرق يوصل الى 100 و 100 ضرر جدا مفيدة. اوكي نشيل كل النقاط حاليا. طيب فالافضل انك تختار سلاحين من نفس الشجرة، او تقدر انك تختار سلاحين ممكن انه يقوا بنفس الشيء، او انه يقوا من نفس المكان، مثل السورد والهاتشت يقوا بسترينث والدكستريتي، بس السورد والهاتشت اثنين يقوا من سترينث، فانت تزيد بس بسترينث، والدكستريتي اذا مثلا انت حاب تزيدها يزيد عندك التحمل. او انك ممكن تاخذ مثلا السورد اند شيلد والماسكت البندقية وتضيف بالسترينث انت، وتضيف بالدكستريتي. الدكستريتي من تقويها حتقوى معك السلاح، والماسكت من تقوي الدكستريتي حيقوى معك الماسكت او البندقية، وكمان تقوي الاثنين من نفس الشيء، بس الماسكت ما حيقوى مع السترينث، حيقوى بس مع الدكستريتي، بس السيف حيقوى مع الدكستريتي بما انه موجود هنا. تقدر كمان انك تسوي بيلد انك ساحر وتضيف عليه مثلا البو، او لا البو يزيد بس بالدكستريتي، تقدر تضيف عليه الريبر. الريبر سلاح حلو جدا ومفيد بالبي في بي، فانت ممكن تكون ساحر ومن يقرب عليك احد تستخدم الريبر، لانه في مهارات تقدر تهرب فيها من بالبي في بي. بعد ما تختار سلاح اسلحتك و تشوف انه ايش انت حتزيد، لازم تركز انه عندك بكل واحدة من هذول الخمسة، بعد كل 50 نقطة تضيفها يجيك بيرك، والبيركات هذه جدا جدا مفيدة للأسلحة الموجودة بالصور قدام سترينث. مثلا عندك هنا يزيد 5% بالميلي دامج او بالضرب عن قرب، ولما تروح للدكستريتي يقول لك يعطيك 5% لمضاعفة الضربة، تصير انه الضربة بدل 100 200.
وكل 50 ليفل او 50 نقطة يعطيك بيرك بيرك، وطبعا دائما اخر بيرك يكون هو الافضل. وهنا كاتب انه light and heavy attacks with a melee weapon gain crit. وعندك بالفوكس اللي هو اذا انت هيلر هو اهم بيرك، اللي هو لما يصير المانا عندك صفر تاخذ 200% ريجن فور مانا، يعني 200% يرجع المانا عندك لمدة 10 ثواني لما يصير المانا عندك صفر. وطبعا انت لما تتلعب ميج لازم تستخدم معها القفاز الجليد. انت حتلعب هيلر، عفوا حتلعب هيلر، فانت حتزود بس بالفوكس وتستخدم سلاح اللايف ستاف، وانصحك تستخدم مع القفاز الجليد لانه عندك المهارة اللي هنا تخليك انه داخل الجليد محمي لمدة 10 ثواني. لمدة 10 ثواني انت محمي وجاي ترجع المانا الخاصة فيك ترجع المانا الخاصة بيك من البيرك اللي تاخده في اخر نقطة تحطها بالفوكس. اما اذا انت ناوي انك تسوي بيلد هجومي، فانا انصحك انك تستخدم الهامر وور او الجريت اكس اذا انت حتهاجم عن قرب وانت تسوي ضرر كبير، فالافضل شيء انك تستخدم الجريت اكس والوور هامر. او اذا انت تريد تسوي ضرر عن بعد ويكون قوي جدا، اذا كنت تبغى كلاعب دكستريتي عندك الماسكت اقوى من البو بالضرر، وعندك كميج او كساحر الفاير ستاف والخفاض الجليد، هذول الاثنين يسووا ضرر حلو اذا انت حتلعب كساحر. بس عندك الفاير ستاف يسوي ضرر ممتد انك تحرق العدو، والجليدي يسوي ضرر جليدي اللي هو عن طريق المهارات اللي عندك، مثل المهارة هذه تحط دائرة تسوي عاصفة جليدية داخلها، وعندك كمان الايس بيلون او هو عبارة عن عمود تحطه بالارض ويضرب الاعداء اللي بالقربه. بعد ما تختار السلاح وتختار السلاح الثانوي اللي انت حتستخدمه، لازم كمان تركز انه بالاعتاد اللي انت عندك او الدروع يكون تقوي نفس الشيء اللي انت محتاجه. مثلا انا قاعد استخدم الوور هامر واستخدم معها السورد اند شيلد، فانا حضيف كل الاتريبيوتس اللي عندي بالسترينث لانه انا حاب العب كدامج، واعتادي لازم تكون تقوي كمان بالسترينث. عندي الخوذة تقوي بالسترينث والدم الكونستيوشن، الدرع بالسترينث والانتليجنت، طبعا ما عندي شيء افضل. عندي هنا كمان يزيد عندي سترينث ودكستريتي، والاثنين كويسين للسورد اند شيلد والسترينث بس للهامر. وهنا على نفس المبدا بس دكستريتي، ما عندي شيء افضل استخدمه. وعلى هذا المنوال انه لازم تكون الاعتاد اللي عندك فيها الاشياء اللي انت حتستخدم فيها تستخدم اسلحتها. يعني لو نرجع مثلا على الاتريبيوت، انا عندي بدون اضافات 23 سترينث، وبعدين من ازيد اوصل الى 56. عندك التريد سكيلز اللي هو السكيلز اللي انت بتاخذها بدون ما انك تزيد فيها. مثلا على سبيل المثال الطبخ ليفلي 14، بما انه انت حتطبخ مشان تستخدم جدا عشان تستخدم الاكلات وهي مفيده جدا صراحه لما تكون انت في القتالات، فانه لما تاكل اكله مثلا تزيد دمك على 60 نقطه على سبيل المثال، و10 ثواني زياده دم ممكن تزيد نقطه او نقطتين على مده 10 ثواني. مثلا انا عندي الاكله هذه تزيد لي 40% نقطه دم بير سكند فور 20 سكند، يعني 20 نقطه دم لمده 20 ثانيه لكل ثانية. وعلى هذا المنوال عندك أنواع مختلفة من الطبخ.
ممكن انك تسويه مفيد جدا. طبعا عشان تسوي طبخات افضل واقوى لازم انك تظل زي تستخدم او تستخدم المطبخ وتطبخ فيه وتسوي طبخات جديدة جديدة لما تقوي ليفل الطبخ عندك علشان تقدر تسوي طبخات اقوى واقوى. وعلى هذا المنوال عندك انت اكثر من مكان ممكن انك تتشعب فيه. نصيحتي لكم انه لما بتكون مثلا تبدو اللعبة تختار واحد من هذول الثلاثة وتركز عليه، يا اما انك تكون مجمع بالحطب يا اما بالحجر يا اما بالصيد. لا تسوي الثلاث اشياء لانه الثلاث اشياء حتكون صعبة عليك. الافضل اشي انك اذا حتكون حطاب تكون حطاب وتسويها الاخر بليفل ماكس اللي هو اتوقع 100 او 160، بعدين تبدأ بالثانيين لانه اذا حتطورهم كلهم مع بعض صعب. لنقول مثلا انه التحطيب من ليفل 1 الى 50 يحتاج ساعة، من 50 الى 100 حياخذ معك فوق 3-4 ساعات، وممكن ياخذ معك وقت اطول لما توصل بعد 100 وتبغى تطلع لليفل 160. مثلا جينا لهنا على المدينة، عندك هنا بالاركين اللي هو تصنع فيها البوشنات. ليفلي انا فيها للاركين نشوف من هنا ليفل الاركين عندي 2 لانه انا ما قاعد استخدمها كثير، استخدمها بس اسوي فيها البوشنات هذه او هذه اللي هي للدم بما اني لا احتاج المانا. اذا انت مسوي بيلد غير بيلد الهيلر والميج ما تحتاج انك تسوي بوشينات مانا، بس بوشينات الدم. اذا انت البيلد تبعك ميج فنصيحة تسوي بوشينات مانا بشكل كثير لانه هتحتاجها كلها. عندك موضوع التريدينج، موضوع التريدينج ما انصحك ابدا انك تسوي تريد بمدينة تحالف اللي فيها غير تحالفك. طبعا انت اول ما تبدا اللعبه حتختار واحد من 3 تحالفات اللي هي الاصفر والبنفسجي والاخضر. انا حاليا تحالفي هو البنفسجي وانا في مدينه خضراء او صفراء، فابدا ابدا مو من الصحيح اني اشتري او اتاجر بالمناطق اللي هي لهم لان الاسعار حتكون اغلى والضرائب حتكون اعلى. مثلا اذا شفنا الاسلحة طبعا حاليا السعر رخيص، بس لما نطلع على الاسلحة اللي ممكن تكون تايراتها اقوى او لون الوانها ازرق، مثل هذا السلاح ب50، لو رحت على المدينة اللي انا فيها ممكن يكون سعره ارخص. طبعا مع الضرائب 12 ضريبة نطلع عليه 62، لما اروح على مدينتي واشتري ممكن يطلع عليه ب55 او 56. فالافضل دائما انك لما بدك تشتري او التاجر تكون في المدن تبعيتك. طبعا لما تكون انت من البنفسجي وفي المدينة اللي هنا ما تقدر تشوف الاشياء المعروضة في المدن هذه، كل مدينة عندها نظام تجارة خاص بيها، فانت لما بدك تعرض شيء اختار المدينة اللي هي فيها اكثر تجمع للناس وعرض اسلحتك او الاشياء اللي انت ناوي تبيعها هناك. ولما بدك تشتري روح اشتري من المدن اللي في الجوانب، اتوقع يكون اسعارها ارخص لانه فيها ناس اقل، وما اتوقع تنباع الاشياء اللي فيها بسعر عالي. تقدر تشتري من هناك وتبيع في المناطق اللي في النص باسعار اعلى وتسويها كتجارة لك. نصيحة كمان انه انت لما بدك تبدا اللعبه اختار المكان اللي انت حاب تبلش فيه وتجمع فيه اغراضك. مثلا انت لما تبدا اللعبه حتبدا مثلا في المناطق اللي هي على الشواطئ، في واحد من هالاماكن الاستورج اللي انت بتستخدمه في المدينه، مثلا نقول في المدينه اللي انا مستخدمها هنا المدينه اسمها ويندز وورد، اغراضي اللي هناك في الاستورج ما اقدر اخذها بالمدينة مثلا اللي انا فيها اللي هي للصفر. مثلا هذا هو الاستورج للمدينة الصفر اللي هنا فاضي ما في شيء، بس اذا رحنا على المدينة البنفسجي هنا
حلاقي كل أغراضي موجودة بالستورج اللي هنا. فأنت لما بدك تبدأ اللعبة اختار المدينة اللي أنت حاب تسكن فيها وخزن الأغراض بيها. أنا جيت على المدينة اللي هي مدينتي بالأساس اللي أنا بديت فيها وخزنت فيها كل أغراضي. إذا رحنا مثلا على الستورج اللي هو هنا وفتحنا الستورج موجود فيه كل أغراضي. نصيحة دائما حط الأغراض اللي أنت ما حتحتاجها، مثلا الرو فود أو الأكل اللي مو مطبوخ، الأشياء هذه حطها كلها بالمخزن، لا بما أنك أنت ما حتستخدمها فحطها في المخزن. طيب تقول لي مثلا أنت حبيت تصنع شيء وما عندك الأغراض، لما تكون أغراضك محطوطة بالمخزن بنفس المدينة اللي أنت تصنع منها، الأغراض حتجي للمكان الصناعة بدون ما أنك أنت تروح تجيبها. على سبيل المثال خلينا نسوي لنا شيء هون، مثلا نسوي الحذاء. أنا باني بيلد سترينث، فمثلا أشوف وين في من الأشياء اللي تقوي السترينث، هذا يقوي السترينث. الأد أوس اللي هو يخلي عندي مكان للجيم، أنا ما عندي جيمات أستخدمها حاليا فما أحطها. حلو، يزيدني 7 سترينث. فمثل ما أنت شايف هون أنا ما عندي أي شيء لصناعة الحذاء، بس لما دخلت عند مثلا على الحذاء مرة ثانية كتب لي إنه أنا عندي 33 وكل الأشياء، كل المتطلبات موجودة، والأشياء والمتطلبات أنا جايبها من أو نفس المكان اللي أنا صنعت فيه اللي هو الفورج، جابها من الستورج بدون ما أنا أحتاج إني أروح أجيب الأغراض وأرجع. طيب موضوع الفاست ترافل، طبعا اللعبة فيها فاست ترافل بس ابدا ما انصح انك تستخدمه، لانه حيضوى عليك جدا او حيضوى عليك الكثير من المتعة اللي انت ممكن تستمتع فيها على الطرق. فلنقول مثلا انت حاب عندك مهمة هناك، ما اروح انا انتقل الفاست ترافل لهناك واخسر نفسي اوزوس، صعب انك تجمعه. الافضل انك تروح مشي، ومنه انك بالطريق تقدر مثلا تقوي السكيلز اللي عندك اللي هي بالتريد سكيلز. مثلا اذا انت حطاب على الطريق ممكن تجمع حطب، اذا انت مثلا ماينر تجمع احجار على الطريق. فالافضل انك دائما تمشي وما تتنقل. واذا حاب ترفع لفلك بشكل سريع، الافضل انك ترفعه عن طريق مهمات الأمة، انك ترفعها من هنا من المهمات هذه، تعطيك خبرة اكثر من خبرة المهمات اللي انت تسويها في الستوري. ومهمات الستوري مملة نوعا ما. ادخل على الجنري، عندك المهمة هذه تروح على المكان المعين تقتل الاشخاص المعينين ترجع، حتكون نفس المهمة على شكل متعدد. نحذف الجزئية. ونصيحة ثانية، لما انت مثلا حاب تجمع نوع من انواع الريسورشر او نوع من الانواع اللي انت المواد الخام اللي انت حتستخدمها، على سبيل المثال انك تدخل على الماب او الخريطة، تروح عند الريسورش لوكيشنز، تشوف مثلا انت في المنطقة هذه حيورجيك اماكن الاشياء اللي انت تقدر تجمعها في المنطقة هذه. على سبيل المثال عندك السيلفر اور، يكتب لك هنا بالهايلاند. وين الهايلاند؟ تكبر الخريطة وتشوف مرسوم عندك هنا الهايلاند كيف شكله على الخريطة، تجي لهنا وتشوف وين هو. مثلا هذا المكان هو هايلاند. أسفل مثال أنت تبغى تجمع فيبر، عفوا جمع فيبرز اللي هو بالجراسلاند، شوف وين الجراسلاند عندك هنا جراسلاند جمع هنا. ونفس الشيء الفورست، مثلا إذا أنت حاب تجمع جرين وود، عندك التوت البري الخام اللي أنت حاب تجمعه تشوف هنا
وتروح على المكان اللي انت فيه. طبعا اذا الخامة عندك مو موجودة هنا فانت ممكن ما وصلت الليفل المطلوب عشان تكسر الخام هذا، او المنطقة اللي انت فيها ما فيها الخام هذا، فتروح على مثلا على مدينة اخرى وتجرب. في نقطة كمان ممكن انك ما انتبهت عليها اذا انت لاعب بيتا، او انه مثلا انت ممكن لما تلعب بعدين لما تنزل اللعبة ممكن ما تنتبه عليها، هي انه اذا انت مثلا حاطط لك حاجة في ستورج في مدينة معينة وانت ناسي وين، تقدر انه تضغط على المدينة وتشوف ماي ستورج يراوي يورجيك الاشياء اللي انت مجمعها هناك. مثلا هنا انا عندي المخزن حاط فيه الاغراض، هنا ما عندي شيء، فانت حتشوف كل شيء بدون ما انك تضطر تروح لهنيك. وكمان نقطة التانك، اذا انت حتعمل بيلد تانك فالافضل انك تستخدم البيلد هذا او الشجرة هذه تبع السيف والدرع، وعندك المهارتين هذولا، المهارتين هذولا عشان تستخدمهم بافضل طريقة تطلب منك يكون عندك التانك جيم جمعه من الدنجنز او عن طريق المهمات او تصنعه. طبعا عشان تصنع لازم تكون انت متخصص بالموضوع المايننج وصناعة الاحجار والشجرة الكاملة يعني اللي موجودة هناك. لما يكون عندك الجيم هذا ومركبه بالسلاح حقك وتستخدم المهارة من المهارتين هذول، يخلي الوحوش انها تركز عليك او تخلي الوحوش توجه كل هجومها عليك، وحتفيدك جدا كأنه كتانك، لانه انت كتانك المفروض منك انك تستقبل كل الضرر وتحمي باقي افراد المجموعة كالمعالج. معالج حيكون دمه جدا ضعيف ومن ضربتين يموت، فانت لازم تستقبل كل هجوم او الضرر عنه. فجدا ضروري انك تجيب الجيم هذا اذا حتبني بيلد تانك وتحطهم وتستخدم هذا المهارات. وطبعا قبل ما انهي المقطع حاب اقول لك انه انت من ليفل 1 إلى 20 تقدر باي وقت انك تعيد نقاطك الى صفر وترجع تضيفها في اي مكان انت حابه. فانه لا تستعجل وتقرر انت ايش تبغى، استنى لين توصل لليفل 19 وقرر وقتها انا الشخصية هذه اريد ابنيها بس سترينث، او الشخصية هذه ابغاها تكون بس هيلر. ونفس الشيء الموضوع الاسلحة، قبل ما توصل ليفل 20 اختار انت ايش تبغى تقوي فيها، ايش تبغى تزيد فيها، بعدين زيد على مهلك. بس هذا كل شيء كان عندي بالمقطع، اتمنى يكون على اعجابكم، ويا ليت تدعموا المقطع وتنشروه، ولا تنسونا من تقييمكم لايك او ديسلايك، واذا حتى ديسلايك كل سبب، ولا تنسونا من نصائحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.